أهلا وسهلا بمشاهدي القناة الحياة الدراسية. فيديو جديد، كنتمنى الجميع يكون بخير وعلى خير، آباء أمهات وأولياء الأمور بصفة عامة، أساتذة وتلاميذ. إذا في هذا الفيديو سأخصه بموضوع الامتحان. في البداية سأعطي التواريخ الامتحانات الإشهادية اللي كان سبق لي وعطيتها سابقا في فيديو سابق، غنذكرها باش نتكلم على النار. ما بقاش الوقت للتلامذ، إذا ماشي باش نخلعهم ولكن باش نذكروا ويزيدوا في الاجتهاد ويركزوا ويقادوا الأمور كما هي. ثم بعدها غنتكلموا على الإطار المرجعي للموحد الخاص بالسنة الثالثة إعدادي لمادة الرياضيات. إذا قبل ذلك كنشكر جميع مشاهدي القناة على اشتراكاتكم، تعليقاتكم اللي كتشجعني، والإعجاب أو لايك اللي كتزيد كذلك تدفع بنا القدام للمزيد من العطاء. إذا كنذكركم مرة أخرى، حاولوا تشاركوا هاد الفيديوهات أو القناة بأكملها مع أصدقائكم لتعم الفائدة، وتعليقاتكم خليوا التعليقات جميعها سواء الخاصة بالاستفسارات أو بالمواضيع اللي كتبغي نشاركها معكم في القناة، أو تساؤلاتكم أو موضوع أو تمرين تقترحوه عليا. ما كاين حتى شي مشكل، برحب قلب رحب و بكل فرح نقوم بهذا الاقتراحات ديالكم، ولا اقتراح ولا عفوا تعليق يشجعنا للمزيد والمزيد. اذا كما ترون امامكم لدينا هذا الجدول كيعطينا المستوى والامتحان وموعد الامتحان، فهو برسم دورة 2021 إلى بغينا هذا ماي ويونيو. إذا بالنسبة للامتحان الجهوي يعني الخاص بالأولى بكالوريا الخاص بالمترشحين الأحرار غيكون 27-28 ماي. بالنسبة للسنة الأولى بكالوريا الخاص بالمترشحين المتمدرسين يعني اللي كيقراو ولكن القطب العلمي والتقني والمهني، يعني إما بكالوريا مهنية غنعطي حتى بالفرنسية باش تفهمو. إذا أعيد، بالنسبة 27 و 28 ماي سي ليكزامان ريجيونال بوغ لي كانديدا ليبر يعني المترشحين الأحرار. بوغ لي دات 31 ماي et 1er juin, c'est l'examen régional, première année bac, mais pour les candidats qui sont dans les classes, c'est-à-dire qu'ils enseignent dans les établissements. Pour les sections scientifiques, techniques et professionnelles. Et après le 3 et le 4 juin, c'est toujours le régional, l'examen régional, première année bac, pour les candidats littéraires ou talim l'asil. بالنسبة للسنة الثانية بكالوريا يعني آخر سنة
كاين الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا العلمي والتقني والمهني، سي ليكزامان ناسيونال بور لي سيكسيون سيانتيفيك تكنيك اي بروفيسيونيل، تو لي سيكسيون كو سوا سيونس ايكونوميك سيونس مات سيونس فيزيك سيونس اس في تي لي برانش تكنيك اي لي ليسانس بلوتو لي باكالوريا بروفيسيونيل تو لي برانش. الوغ سي بور لو 8 9 10 8 9 10 جوان يونيو سي هما الامتحان الوطني الموحد للشعب العلمية والتقنية والمهنية. بالنسبة للشعب الأدبية والتعليم الأصيل سي 11 و 12 دائما في شهر يونيو. alors pour l'examen baccalauréat pour les sections littéraires et تعليم الأصيل c'est le 11 et le 12 juin. Et après, c'est troisième année collège pour l'examen régional pour le certificat du cycle collégien. C'est le 18 et le 19 juin. Et dans l'imtihan al-jihawi li nej shahadat al-sikl al-i'dadi 18 و19 جوان يونيو. بالنسبة للابتدائي الامتحان الإقليمي لشهادة الدروس الابتدائية فيه يوم واحد 22 جوان. donc c'est pour le primaire c'est l'examen pour le certificat des études ou bien des niveaux primaires, c'est le 22 juin. Alors maintenant, j'espère ou bien je souhaite la réussite pour tous ceux qui vont passer ces examens cette année. Et je donnerai directement pour en deux langues ici comme vous le voyez je donnerai en bref les degrés d'importance des parties pour l'examen régional des maths 3e année collège. Alors, les niveaux d'habileté. Niveau 1, c'est appliquer directement des savoirs, c'est-à-dire définition, propriété, théorème, formule, règles. C'est quand on dit les exercices d'application. C'est l'application directe. Alors, on donne dans l'épreuve de mathématiques 3e année collège 65%, c'est-à-dire 13 points, pour les questions de ce genre qui sont directes. Eden, غنعطيكم في الامتحان الجهوي شحال كيطلب عندنا هنايا التقسيم ديالو. عندنا الاهميه ديال مستوى التمارين. اذا عندنا اول مستوى هو التمارين التطبيقيه، لان بعد نهايه كل درس كتقوموا بالتمارين التطبيقيه لتقييم او اختبار مدى استيعاب التلميذ
التعاريف، الخاصيات، المبرهنات، القواعد إلى آخره، يعني تطبيق مباشر. إذا كتكون 13 نقطة. pour le deuxième niveau c'est 25%، c'est-à-dire c'est 5 points. Alors, c'est évoquer et appliquer des savoirs non déclarés, définition, théorème, formule, règles, techniques, algorithmes, dans des situations habituelles. C'est-à-dire, quand on a des exercices qui demandent de calculer ou bien démontrer un résultat, mais en donnant plus de des explications, c'est-à-dire on donne des exercices qui sont deuxième niveau, qui demandent plus de savoir, c'est-à-dire on ne donne pas quelques hypothèses dans l'exercice, mais l'élève comprend qu'on doit, pour arriver à un résultat, il faut démontrer premièrement ce résultat et après cette étape nous mène à trouver la solution. Je vais vous donner deux petits exemples. Par exemple, si on demande en algèbre de factoriser une expression. Il n'est pas clair, ce n'est pas clair la factorisation. Par exemple, je donne x au carré moins 4 plus x moins 2 facteur de x plus 3. Alors, ce n'est pas un exercice ou bien une question du niveau 1, c'est-à-dire directement je vais appliquer la formule pour factoriser. Mais c'est le deuxième niveau, c'est-à-dire je dois factoriser x au carré moins 4 qui est égal à x moins 2 facteur de x plus 2 moins x moins 2 facteur de x plus 3. Donc je vais factoriser, première étape, pour factoriser et trouver la factorisation finale. Ok, donc c'est les exercices du niveau 2. Même chose, par exemple, si on vous donne un triangle, sachant les côtés, la longueur des côtés, et on vous demande calculer la surface de ce triangle. Donc vous devez montrer la nature de ce. Par exemple, on vous donne un triangle rectangle. Donc vous devez montrer que le triangle est rectangle, puis trouver, suivant la règle, la surface de ce triangle. Donc 5 points plus 13 points du niveau 1 et 5 points pour le niveau 2, donc c'est 18 points. Et 10%, c'est-à-dire 2 points pour les exercices niveau 3. Avant, je vais expliquer pour le niveau 2 en arabe. إذن بالنسبة للمستوى الثاني الأسئلة كتطلب لكي نصل إلى هدف أو نحسب تعبير، يجب أو أي
مساحة أو أي شيء مطلوب أو تعميل كما أعطيت في المثال بالفرنسية، يجب أن مثلا أعمل في البداية واحد التعبير أول بحال إكس أس 2 ناقص 4، نكتبها على شكل إكس ناقص 2 في إكس زائد 2، عاد نمشي نوجد العامل المشترك واللي هو مثلا إكس ناقص 2 ونعمل التعبير بأكمله. أو غادي نخلي لكم في آخر الفيديو هاد المثالين مكتوبين. أو مثلا كيف ما قلت بالفرنسية، أعطينا مثلث قائم الزاوية وأعطينا غير الأطوال الأضلاع، ولكن طلبنا السؤال أحسب مساحة هذا المثلث. إذا يجب أن تبرهن أن المثلث قائم الزاوية باستعمال مبرهنة فيثاغورس العكسية، وبعدها كتبين عاد كتحسب المساحة، لأن لبينت بأن المثلث قائم الزاوية كتعرف طول الضلع والارتفاع الموافق له. ولا حتى كمثال مثلا ملي كنبغيو نبينو أن المثلث قائم الزاوية باستعمال مبرهنة فيثاغورس، كنرتبو الأطوال الأضلاع. ماشي الهدف هو ترتيب الأطوال أو المسافات، ولكن الهدف هو أن تستعمل مبرهنة فيثاغورس لكي تعرف ما هو أطول ضلع. هادو هما الأسئلة اللي هي كنسميوها غير مباشرة، الأولى التطبيقية مباشرة والثانية غير مباشرة. Pour le troisième niveau, c'est entre un point deux points maximum. En général, c'est un point, c'est largement suffisant. Alors, c'est des exercices qui ne sont pas soi-disant faciles. Ce sont des situations non habituelles. Selon les cas, il y a plusieurs cas, soit des exercices ou bien des questions qui sont dans le niveau mathématique à 100%, mais il faut trouver un astuce. Il faut trouver une astuce qui va vous emmener au but. Soit plusieurs démonstrations pour arriver à une démonstration. Et ici, je vais vous lire. Avant, je donnerai le niveau 3. pour en arabe. إذا نقطتين كتبقى، لأن 13 نقطة زائد 5 هي 18 مع 10 هي نقطتين. إذا قلنا التمارين اللي هي من الصنف 3 هي تمارين اللي يعطيوها لك وهي غير اعتيادية، ماشي بحال السؤال الأول الثاني الثالث اللي هي مثلا إلا خدينا مثلا الدوال، ولا خدينا هذا أحسب اف لواحد، ولا عمل متطابقة هامة اكس أس 2 ناقص 4. هذه الأسئلة كلها هي مباشرة، بينما بالنسبة للمستوى الثالث كتكون اللي هي غير مباشرة. بعد مثلا المول في كنعطيوك مستطيل كيجيك ساهل، نقدر نعطيك مثلا متوازي الأضلاع اللي غتكون فيه واحد المعطى اللي هو غير واضح، خاصك تدوز على مراحل باش تبين ذلك. إذا هذه هي المستوى هذا اللي كيتسمى سؤال فارز، باش كيبين التلاميذ اللي هما خادمين مزيان مجتهدين الى اخره. alors pour les remarques en ce qui concerne le troisième niveau d'habileté, c'est-à-dire niveau 3, il est possible de suggérer une question ciblant un ou plusieurs
sous-domaine ou deux questions, chacune ciblant un seul sous-domaine. C'est-à-dire que pour les questions niveau 3, comme je viens de le dire, qu'on te demande des démonstrations plus profondes que pour le niveau 2, ou bien des propriétés ou bien des définitions que tu dois que tu as déjà vues avant. Pour tous les niveaux d'habileté, des acquis précédents peuvent être utilisés pour répondre aux questions, c'est-à-dire les préacquis que vous avez déjà vus au primaire, en première année collège et en deuxième année collège, vous pouvez avoir des questions à utiliser ces résultats. Je vous donne par exemple, vous avez vu en deuxième année, j'ai un point qui représente un centre de gravité d'un triangle. Il se peut qu'on vous donne, j'ai le centre de gravité d'un triangle. Donc vous devez savoir toutes ses propriétés. إذن باختصار الملاحظتين هي أن بالنسبة للمستوى الثالث أو التمارين أو الأسئلة اللي هي من الصنف الثالث، يعني كتقدر تعطيك أن هاد الأسئلة كتكون كتعطي بزاف ديال هذا عدة مجالات، يعني أن تقدر في نفس السؤال تخدم بالنسبة تستعمل مثلا تستعمل الدرس ديال المعلم وتستعمل الدرس ديال معادلة المستقيم، ويقدر يجيك حتى نظمة معادلتين إلى آخره، أو مثلا يقدر يعطيونا حالة خاصة، مثلا صورة زاوية، احنا شفنا الإزاحة وشفنا صورة نقطة، ويقدروا يعطونا حتى صورة إزاحة، عفوا صورة زاوية بإزاحة. هذا وكذلك بالنسبة للملاحظة الثانية، أن يقدر يكون عندك أنت في الموحد السنة الثالثة ويجيك سؤال ولا معطيات ولا سؤال غتستعمل فيه خاصيات أو نتائج أو تعاريف أو قواعد رأيتها سواء في الابتدائي سواء أولى إعدادي سواء تاني إعدادي. مثلا تقدر تجيك مساحة شبه منحرف لاجتياح الابتدائي، إذا خصك تكون ملم بهذه المعلومات أكملها. الآن اللي جديد في هذه السنة، وكنعطي الجديد في هذا الفيديو الخاص بالسنة الثالثة، وجاء هنايا المرجع بالفرنسية، ولكن بعجالة غادي نعطيه بالعربية والفرنسية. إذا الموحد ستمتحنون في هذه المجالات، إذا الأنشطة العددية، المعادلات، المتراجحات من الدرجة الأولى بمجهول واحد. إذا يعني حل معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد، حل معادلة تؤول في حلها إلى معادلة إلى حل معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد، يعني على شكل جداء، ثم حل مسألة تؤول في حلها إلى معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد. وكذلك بالنسبة
حل متراجعة من الدرجة الأولى بمجهول واحد. ثم نظمت معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين، يعني حل جبريا. نظمت معادلتين من الدرجة الأولى بمجهول واحد طبعا بطريقتين، التأليف الخطية والتعويض. ثم حل هندسيا أو مبيانيا نظمت معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين. ثم ماتيماتيزي هنايا يعني تريد وضعية، يعني حل مسألة تؤول في حلها إلى نظمة معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين. ثم الهندسة، إذا عندنا translation الإزاحة، يعني أنك كتحدد أو توجد صورة نقطة بها بإزاحة، أو تحدد الإزاحة التي تحول نقطة A إلى نقطة B، تنشئ صورة نقطة بإزاحة، وتحدد صور بعض الأشكال أو بإزاحة، كالقطعة، المستقيم، نصف مستقيم، زاوية، ودائرة. ثم هناك دائما في إطار الهندسة تمثيل النقط المحددة أو المعرفة بإحداثيتها في معلم، وتحديد الإحداثيات المتجهة، وكذلك مجموع متجهتين، تحديد إحداثيات منتصف قطعة، حساب المسافة بين نقطتين المحددتين بإحداثيتيهما، ثم تحديد معادلة مختصرة لمستقيم من نقطتين نعلم بإحداثية النقطتين، أو نقطة لأن المستقيم يمر من نقطة والمعامل الموجه للمستقيم. ثم كذلك تمثيل المستقيم المعرف بمعادلة المستقيم، يعني من خلال معادلة المستقيم يمكننا أن نمثل هذا المستقيم في معلم متعامد بهذاك الجدول اللي كنرسمو، وكناخدو نقطتين وكنرسمو هاد النقطتين كيعطيونا تمثيل المستقيم ذو هذه المعادلة المختصرة. ثم تحديد مستقيمين عندما يكونان متوازيان أو متعامدان من خلال الميل أو المعامل الموجه. ثم كذلك استعمال الهندسة التحليلية لكي نحل مسألة في هذا الميدان، يعني كيف ما كنشوفو في المحادثات وكنشوفو في التمارين. إذا كان هذا باختصار الإطار المرجعي، وكذلك نوعية الأسئلة التي تكون أو تقدم في الامتحان الموحد.
الجهوي طبعا للسنة الثالثة إعدادي. إذا كنت أتمنى لكم النجاح وبالتوفيق للجميع، وكنت أوجه للآباء أن يساعدوا أبنائهم في هذه الفترة، وبالأخص أن مرحلة تهيئة هذه السنة كانت مع شهر رمضان المبارك. إذا الوليدات ولا الوليد الأبناء بصفة عامة كيكونوا صايمين، إذا كيكون نظام الأكل ونظام النوم كيكون مختلف. إذا كنتمنى من بعد العيد وعيدكم مبارك سعيد، وعلى الأمة الإسلامية بأكملها أنكم تعطيوا لوليداتكم الوقت وتعاونوهم على إعادة تنظيم وقتهم ويديروا برنامج للتهيؤ للامتحانات، لأن نحن على أبواب التهيئات أو التحضيرات للامتحانات اللي هي في حقيقة ماشي احنا على أبوابها، بل هي راهي بادية من بداية السنة. تسنوني فيديو غيكون حول توجيه أبنائكم جميعا، غنعطيكم التفاصيل بأكملها وغنجاوب على جميع الأسئلة اللي باش تساعدكم للاختيار الأصح في توجيه أبنائكم، وكذلك التلاميذ في توجيهكم الصحيح لبناء مستقبلكم الناجح 100%. مع السلامة وإلى اللقاء في حلقة مقبلة إن شاء الله.